نريد من سماحتكم توجيها لبعض صغار طلبة العلم الذين أول ما يبدأون في تعلم العلم يبدأون بالحديث في هذه الأمور، وهل فلان فيه كذا وفلان فيه كذا. هذه فتنة، الكلام في الناس والكلام في الانشغال بعيوب الناس وأخطائهم، لا سيما من المبتدي، هذه تعوقه عن طلب العلم وربما تصده عن طلب العلم، فيكره فلانا ويكره فلانا ويعزف نفسه عن طلب العلم، فهذه فتنة يجب تجنبها. يجب على الشاب أن يتوجه لطلب العلم ولا يصغي إلى أقوال الناس في فلان أو علام، هذا أول شيء يكره إليه طلبة العلم ويزهده في طلب العلم. ثانيا أنه يأثم بهذا إذا كان شغله في فلان وعيب فلان ويشغله عن طلب العلم ويأثم بذلك، فهو في عافية، توجه إلى طلب العلم ولا يصغي إلى هذه الشائعات وهذه الأقوال.